بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كتاب في حياتي. يسعدني أعزائي المشاهدين أن تكون ضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة الأستاذة أمينة الشريف، رئيس تحرير مجلة الكواكب. برحب بحضرتك يا أستاذة أمينة. أهلا بك. حضرتك ترأسي تحرير أقدم مجلة فنية وهي مجلة الكواكب. احنا بنرحب بحضرتك في البرنامج. في البداية يا ريت نتعرف من سيادتك على سيرة سيادتك الذاتية من البداية حتى وصلت لرئاسة تحرير أقدم مجلة فنية في مصر. يعني أنا مفروض بنتمي لعيلة صعيدية، هي عيلة الأشراف في أخميم في سوهاج، ووالدتي برضك من أسيوط، يعني عيلة كلها يعني الجذور صعيدية. وتعلمت وانا من الطبقة الوسطى طبعا، او اتعلمت في مدارس حكومية عادية، وفي الثانوية العامة حصلت على المركز الثاني على مستوى المدرسة وعلى مستوى المديرية، وكان مجموع يؤهلني ان انا اخش السياسة والاقتصاد، بس اخترت كلية الاعلام. وده له سبب، لان انا عندي في العيلة ابن عمي هو الاستاذ يوسف الشريف رحمه الله، وكان صحفيا في روز اليوسف، وكان متخصصا في شؤون مصر واثيوبيا واريتريا والسودان، وكان كثير الاصفار. وبعدين لما بسال ده يعني ايه الشغلانه اللي فيها سفر كتير، قال صحفيا. اخته كانت اسمها استاذه عايده شريف، ودي كانت ناقده، ودي تقريبا برضك لفت العالم، يمكن دول قليله جدا اللي ما راحتهاش، من بينها اليابان. فمن هنا انا حبيت الشغلانه، يعني حبيت فكره ان اكون صحفيه. لحبك في السفر. يعني ده اللي لفت نظري، ان هم مش مستقرين، انه وان السفر ده فيه ميزات كثيره، التعرف الى اشخاص، التعرف الى اماكن، التعرف الى معلومات كثيره جديده علينا. ده يمكن من ضمن الاسباب. بخلاف كده طبعا انا كنت بحب اقرا كتير، وانا صغيره كنت بقرا المؤلفات بتاعت اجاثا كريستي، كنت بقرا لروايات اديب مصر العالمي الاستاذ نجيب محفوظ. في اي مرحله من مراحل التعليم؟ اعتقد ان انا ابتديت اقرا في الاعداديه والثانويه، يعني بشكل اساسي. يعني غير كده كان في زمان مجلة بتطلع جميلة جدا وهي طواقة اسمها عالم المعرفة، وأنا عندي منها بعض أعداد. المجلة دي كانت بتجيب لك كل المعلومات المتاحة قدر الإمكان عن كل حاجة حسب الحروف الأبجدية، عشان كده ممكن تلاقي الإصدارات فيها كتير كتير جدا. يعني ده من الأسباب. وبعدين لما دخلت الكلية طبعا الأمر كمان ازداد واختلف. زمان كانت نسبة المواد الأساسية في الكلية مثلا 40-45%، والمواد المساعدة 65%. دلوقتي طبعا الأمر اختلف كتير يعني، بس كنا بندرس تاريخ، بندرس جغرافيا، بندرس لغة عربية، بناخد كورسات في الإخراج الصحفي، في المونتاج، في التصوير، في الإخراج. فده كله يعني خلاني أحب أكتر حكاية إن أنا أعمل في المجال الصحفي. قراءات حضرتك او اهتماماتك كانت في اي فرع؟ يعني هل كانت قراءات ادبيه، علميه، فنيه؟ يمكن بشكل اساسي في الادب والروايه، وبعدين لان انا ادبي فبقت في التاريخ، يعني تركزت اكتر في التاريخ، لان انا برضك لقيت او حسيت ان قراءه التاريخ هيخلينا نفهم حاجات كتير جدا بالطبع بتحصل في الحاضر، وربما نستنتج بعض حاجات او بعض النتائج ممكن ان هي تحصل في المستقبل. بس كان بشكل اساسي زي ما بقول لحضرتك هي الروايه. وقريت طبعا حاجات لدكتور يوسف ادريس ودكتور طه حسين. طبعا بعد كده الامر اختلف كثيرا لما دخلت الدراما التلفزيونيه، وهي كانت بتغني في كثير من الاحيان عن الكتاب، مش بس الجيلي، لا للاجيال اللي جت بعدينا. كان ليها دور كبير طبعا في التثقيف، التوعية.
شيء من هذا القبيل. هل حضرتك تتذكري أول كتاب أو أول رواية حضرتك قرأتيها وكان ليها تأثير مباشر في حياتك؟ يعني خلينا أقول الكتب أو روايات الأستاذ نجيب محفوظ. يمكن رواياته كان ليها ميزة وهو أنه هو تعمق قوي في طبيعة الشخصية المصرية. هي كانت مرتبطة ارتباط وثيق بالشخصية المصرية. بالضبط. بالذات اللي هي شخصيات الطبقات أو المناطق الشعبية. خلينا نقول المناطق الشعبية لأن المناطق الشعبية ممكن تلاقي فيها برضك أو المناطق المستحمة، المناطق التاريخية تلاقي فيها الأغنياء وفيها الفقراء وفيها وإلى آخره. وفي نفس الوقت خلينا نقول إن السينما قربت هذا اللون من الأدب إلى الناس. يعني السينما كان ليها دور فعلا في تقريب هذا النوع من الأدب إلى الناس. رغم أنه كاتبنا الكبير نجيب محفوظ لما سئل حينما كان يتم التدخل في تغيير بعض أفكاره بيقول أن الأدب وسيط والسينما وسيط آخر، وفي هذه الحالة فالسينمائي هو حر فيما يفعله، لكن في النهاية تظل الرواية هي الرواية والفيلم هو الفيلم. أكيد طبعا. ده بشكل أساسي. طيب قصة وصول حضرتك بقى لرئاسة تحرير مجلة الكواكب؟ هي أنا ما كنتش طبعا يعني شايفة الحكاية أن أنا لازم أبقى رئيس التحرير، أو لكن في النهاية أنا حبيت الشغلانة. يعني أنا حبيت شغلة أن أنا أكون صحفية، و في بداية عملي أنا اشتغلت في فيروز اليوسف. يعني خدت جواب من كلية الإعلام جامعة القاهرة. أنا فاكرة كان ساعتها الدكتور خليل صباط كان بيقولوا لنا تحبوا تشتغلوا في انهي، وكان في بديل ان الاهرام يعني او الجرايد اليوميه، بس ساعتها انا خدت الجواب انا وبعض الزملاء كان لروزا اليوسف باعتبار يعني كانت مجله اسبوعيه. يعني انا ما كنتش مدركه بالظبط يعني ايه، بس حسيت ان ربما يكون الريتم الاداء الاسبوعي يديني فرصه ان انا اعرف ان انا اقرا ان انا اشوف ان انا راجع. انما الريتم الجرايد اليوميه يعني على سريع طول فروم هاند تو ماوس، يعني على طول في نوع من المتابعة السريعة والفورية، المهم انها تكون فورية. بعد كده يعني تقابلت مع احد الزملاء وكان بيشتغل في مصور، وهو اللي خدني لايدي من ايدي وحطيني قدام باب دريال، بس قال لي انا ماليش دعوه بيكي. بعد كده انا اسمي استاذ عاصم رشان، وده كان خريج كلية إعلام قبلية تقريبا بسنتين أعتقد. وكان ساعتها بردك الأستاذ مكرم محمد أحمد كان جاي من الأهرام، وكان في مجموعة كبيرة جدا كانت بتتدرب في سن يمكن فترة من الفترات لحاجة و60 يعني أكتر من 60. واشتغلت في المصور، وبعد كده رحت للكواكب لما جت الأستاذة حسن شاء الله يرحمها، اشتغلت معاها ونزلت المصور. جاء ثاني المصور في 90 أو 91 لما الأستاذة حسني مشيت وجاء الأستاذ رجاء النقاش وجاء الأستاذ مكرم طلب أن أنا أنزل تحت. ومن ساعتها أو من وقتها لغاية لما بقيت رئيس تحرير مجلة الكواكب وأنا موجودة في المصور، ومسكت قسم الفن في آخر 3 سنين في المصور ثم رئيس تحرير مجلة الكواكب. واضح انه حضرتك مهتم اكتر بالاعمال الفنيه والاخبار الفنيه عن اخبار سياسيه اقتصاديه. لا اطلاقا. انا حتى لو بقول لحضرتك انا اول ما ابتديت اتدربت في روزا اليوسف. يمكن حتى معظم الكتب اللي عندي الى حد ما كانت كتب سياسيه. حتى طبيعه الشغل اللي انا كنت بعمله في المصور كنت دايما بربطه بالظواهر او الظواهر اللي هي السياسية والاجتماعية. يعني لأنه طبعا دايما كان بيبقى فيه سخرية من المحررين الفنيين في الأعمال الفنية. يمكن أشهرها في لعبة الست أين ترعرعت سيدتي وسيدتي والكلام ده كله. أنا ما كنتش يعني مش حاطة في بالي إن هو ده الستايل أو ده الشكل بتاع الصحفي الفني. أنا كنت شايفة إن الصحفي الفني ده له دور، يعني دور مهم، لأن أنا شايفة أصلاً إن الفن له دور في تطوير وتوعية المجتمع. الفن له دور في تنمية وعي الأفراد والأشخاص على المدى البعيد. أكيد طبعاً. أكيد أكيد.
بالظبط. ما هو الفن ليه دور في 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 تحديد هويه او شخصيه المجتمع. مظبوط مظبوط. يعني هو حتى في ذلك الانسان لو حب يحكم على اي مجتمع من خلال فنه، من خلال فنه، من خلال فنونه فعلا. تمام. هذا صحيح. تمام. هل حضرتك خلال عملك الصحفي بقى كان في سفريات طبعا في سافرت على اساس ان دي كانت غطيت طبعا حاجة كنت بسافر مهرجانات. سافرت يعني من انا سافرت دمشق، كنت بغطي مهرجان دمشق المسرحي، وسافرت تونس وسافرت العراق وسافرت اليونان وسافرت ايطاليا ولبنان. يعني سافرت عدد من الدول، بس طبعا مش زي الدول اللي اولاد عمي راحوها، لان كان الامر مختلف. يعني زمان كانت المساله فيها نوع من الحريه والرحابه، وال انه حتى ممكن صحفي يسافر يعني على حسابه، يبقى يروح ويشوف او يكلف من رئيس التحرير ان هو يروح يعمل الحاجات دي. سافرت فرنسا طبعا في اطلاق الاقمار الصناعيه وجنوب افريقيا، الامر الصناعي المصري الاول نايل سات 1 نايل سات 2. دي من الـ يعني دي من اهم السفريات اللي انا سافرت. اخر دوله حضرتك سافرتيها؟ اخر دوله اعتقد كانت ايطاليا، كانت حاجه و سنه 91 كان في في احدى الفرق الفنون الشعبيه في عن طريق وزاره اداره قطاع العلاقات الثقافيه. الفرق دي اللي هي بتزور المناطق الاوروبيه في اطار التعاون بيننا وما بين هذه الدول، وكان معانا فرقه تنوره او احد الشباب بيلعب التنوره. وبصراحة الفقرة دي بالذات يعني أنا ما كنتش عارفة إن الأجانب كانوا مبهورين جدا بالشاب اللي كان بيلعب التنورة، واعتبروا إن ده شكل جديد عليهم، حاجة فلكلورية ما كانوش بيشوفوها. بالذات ما أعرفش إذا كانوا هم عرفوا أو ما عرفوش، بس أكيد هم سألوا إن التنورة دي وزنها تقيل، وبالذات لما يمسكها الولد ويلفها. بس هي مع الدوران وزنها بيخف مع الوانها كل ما بتزيد السرعه، وكانوا بينبهروا بينبهروا. وطبعا الانبهار ده بيبان في 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 الضحك، في التسقيف، في الصراخ، في التقاط الصور. فدي كانت من الحاجات اللي انا يعني شدت انتباهي، انه الى اي مدى الغرب فعلا ممكن يهتم عندنا بالحاجات اللي احنا ممكن اصلا نشوفها هنا انه حاجات قديمه او حاجات جرى عليها الزمن او حاجات زي كده. هم بصل لنا بنظره مختلفه عن النظره اللي احنا باصين لنفسنا فيها يعني. وعلى فكره حضرتك الحاجات البسيطه دي اللي احنا بنقول عليها بسيطه ممكن يكون ليها دور في نشاط سياحي. اكيد طبعا. والا ما كانوش جم اخذوا الحاجات التذكارات السياحيه والمصنوعات الفضيه اللي هي بتبقى على شكل اعمال او على شكل محفورات فرعونيه. يعني انا بصادف ناس كتير يحبوا يكتبوا اساميهم بالهيروغليفي مثلا باللغه الهيروغليفيه. ننتقل بقى سيادتك لمجله الكواكب. حضرتك رئيس تحريرها من كام سنه؟ لا مش من كام سنه، انا رئيس تحرير في التغييرات الاخرانيه. انا توليت في اول شهر رمضان، يعني في شهر 7 و8 و9، ودينا اهو 3 اشهر يعني. والحمد لله ربنا يوفق يعني ان شاء الله. هل شايفه حضرتك ان المواطن المصري ما زال مهتم بمجله الكواكب؟ لان مجله الكواكب الحقيقه يعني منذ زمن او من 10 سنين او من 15 سنه كانت مجله معروفه، وكانت الناس حريصه ان هي تشتريها زي بعض المجلات الاخرى. هل حضرتك شايفه ان نسبه توزيعها دلوقتي زي زمان؟ انا هقول لك حاجه، هو لو من حيث نسبه التوزيع خلينا نقول ان كل المطبوعات المصريه اكيد ده اكيد ده بما أكيد. فيها المطبوعات اليوميه والصحف الخاصه اتاثرت بسبب دخول الوسائط الاخرى زي التلفزيون وزي الفيديو، ثم المواقع الالكترونيه. زادت المساله تاثرا سلبيا بعد الثوره والوضع الاقتصادي. لكن في النهايه انا بتظهر لي بعض يعني بتوصل لي بعض المؤشرات، لما مثلا احد الاصدقاء او احد الناس المتابعين يقول يتصل يقول لي مثلا المجله مش لاقيها في الحته الفلانيه او او او، فدي برضك بتديني مؤشر ان الناس بتقرا طبعا. يعني انا اتصل بيا احد الاشخاص بيقول لي فين المقال بتاع الدكتوره رانيا يحيى، ودي دكتوره متخصصه في كتابه بتحليل الموسيقي والموسيقيين،
فقلت له هذا العدد اللي حضرتك بتقول عليه هي بالصدفة عاملة كتاب عن الأستاذ محمد المطرب الكبير محمد منير، فهي عاملة له حاجة من ضمن إصدارات مهرجان الإسكندرية، فهي كاتبة برضه بس كاتبة عن مشوار منير ومحللة لأعماله الفنية. هل كل المقالات داخل مجلة الكواكب كلها تهتم بالأعمال الفنية؟ يعني مش ممكن ألاقي مقال مثلا بيتكلم عن السياسة، بيتكلم عن الاقتصاد، بيتكلم عن أنا هقول حاجة هو طبعا يعني فكرة التخصص في حد ذاتها حلو، يعني لو أنا أنت بتقول مجلة فنية بس أنت هتكتشف إن الفن داخل في كل حاجة. أكيد. يعني أنا لما تيجي تقول لي إنه ظاهرة مثلا الأفلام التي ناقشت الفقر أو الظواهر الاجتماعية، هنلاقي الواقعية زي بتاعت صلاح أبو سيف وزي بتاعت كمال وزي بتاعت عاطف الطيب. يعني في النهاية الفن دايما بيبقى على خط تماس مع كل حاجة موجودة في حياتنا، لأنه الفن يقدر يترجم لك حاجات أنت ما تقدرش تقولها بشكل مباشر. بدليل أنه لما فيلم الإرهابي بتاع الفنان الكبير عادل إمام اتعرض، ها، انتشرت كتير من التعليقات من كبار الشخصيات والسياسيين قالوا أن هذا الفيلم استطاع أن يؤثر تأثير أكبر مما لو كتبت عشرات المقالات أو مئات المقالات لكي تنبه عن خطر الـ لأن احنا في النهاية كمان ما ننساش أن احنا عندنا نسبة أمية، وخلينا نقول أمية زائد عدم، يعني زائد عدم وعي، يعني لانه بردك كلمه ثقافه دي بقت كل واحد مره يقول لك انا مثقف، بس ايه هي الثقافه في النهايه؟ الفكره ان انت تكون عارف ايه اللي بيحصل حواليك. يعني بدليل ان امهاتنا ما كانوش، اجدادنا قصدي يعني جدودنا ما كانوش متعلمين قوي، بس كان عندهم وعي. بالظبط، اللي هو بالفطره اللي هو بيعرف. النهارده في ناس كتير جدا هو متعلمين. كل متعلم بيعتقد انه مثقف، لكن بس ده مش صحيح. بالظبط، ده موضوع وده موضوع تاني. لما تيجي تعرف يعني ايه ثقافه، يعني هل ان انت تقرا كتاب ده ما يكفيش، لان هتكتشف كل ما هو زمان الناس اللي قبلينا قالوا ايه، كل ما بتقرا كتاب كل ما بتحس قد ايه انت جاهل. أكيد. يعني جاهل مش طبعا. عفوا يعني مش لا جاهل بمعنى في المعرفة. عدم جاهل في المعرفة. عدم الوعي بالمعارف الاخرى. فعشان كده انا بقول هيك ان الفن دايما على خط تماس مع اي حاجه، بس هي المشكله دايما لابد ان يكون هناك اهتمام من الدوله وايمان من الدوله باهميه الفن. وده على فكره زي ما كان حاصل ايام الزعيم جمال عبد الناصر لما استخدم الفن والفنون والمطربين والمسرح، مسرح المترجم، مسرح العالمي. ده بيحصل دلوقتي محاوله ان يكون الفن له دور، ومسارح الشباب اللي كانت منتشره في ومسارح الشباب وثقافه جماليه والى اخره. طبعا هذه الافكار او هذه البنايات او هذه للاسف طول ال 40 30 40 سنه اللي فاتوا كانت في انهيار، وصلت الى ما وصل اليه كل حاجه في المجتمع المصري. دلوقتي بيتم او بتتم المحاوله للاستعانه، محاوله الاستعانه. يعني هدي لحضرتك مثال، مسلسل رأفت الأجيال ما زال حتى الآن في كل مرة بيعرضوه في ذكرى أكتوبر، ها، ما زال الواحد بيشوفه قد إيه بيحس بالانتماء، قد إيه بيحس بالولاء، بس في نفس الوقت هو بيكتسب مشاهدين جدد اللي هي الأجيال الجديدة. بس ده مسلسل. لا احنا محتاجين، ده فن. ما أنا بقول لحضرتك ده فن. ما أنا فاهم، بس أنا محتاج بدل مسلسل واحد يعبر عن التاريخ المصري او عن الصمود المصري، يا ريت يبقى في مسلسل واثنين وثلاثه وعشره. يا ريت يا ريت. بس ايه المشكله؟ القطاع الخاص او منتج القطاع الخاص بيتعامل بعقليه التاجر، وانت ما تلوموش على ده. ما نستطيعش ان احنا نلومه بده، لانه لو عايز يرمي جنيه عايز قدامهم 10 جنيه مثل بس هذه الاعمال. بس بما لا يسيء يا استاذه امينه للمجتمع. يعني أنا أحيانا وما أعرفش حضرتك تتفقي معايا أو تختلفي، إنه أحيانا الأعمال الفنية لا تعبر تعبير حقيقي عن المجتمع المصري. لا لا، أنا بس هقول هيك حاجة. اللي أنا أقصده إن الأعمال الوطنية لا يتصدى لها كثيرا القطاع الخاص لأنها مكلفة جدا، باستثناء مثلا لو قلنا مثلا زي فيلم صلاح الدين الأيوبي اللي عملته آسيا، اتقال إن هي اتدينت و إلى آخره، بس في النهاية يظل في تاريخها. اللي انا اقوله انه النهارده مفيش قطاع خاص بيتصدى لانتاج اعمال وطنيه،
او انتاج اعمال قوميه. لازم الدوله انك انت لازم توفر له الامكانيات. افترض ان انت هتعمل مثلا احد ابطال حرب اكتوبر، الشيء طبيعي ان انت لازم تصور في سيناء، لازم توفر اجهزه عسكريه واجهزه دي لا يقوى عليها المنتج الخاص. الحاجه الثانيه انه لما يجي يعرضه لازم يبقى ضامن ان هو هيحقق له مكاسب مثلا، ضامن توزيع. عشان كده النوع ده من الاعمال يعني انا اتمنى ان الدوله فعلا تعود لتتصدى لانتاج مثل هذا النوع. لا انا بصرف النظر عن الاعمال الوطنيه، انا بتكلم على الاعمال الفنيه بشكل عام اللي هي بتحكي عن المجتمع المصري او عن الحياه المصريه. أيوة. احيانا بيبقى في تجني كتير قوي على المجتمع المصري وعلى العادات المصريه. بعض الاعمال الفنيه الحقيقه بتسيء لينا كمجتمع مصري، انا معاك بالذات في الخارج. انت يعني هو الراي ده سليم، بس خلينا نشوف الوجه الاخر من الصوره. يعني انا اصلا دايما كنت بسال الاسئله دي للمخرجين والكتاب، وبعدين بشوف انا بلان الواقع أسوأ من ده بكتير، أسوأ 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 بكتير وأقصى كمان. يعني انت واخد بال حضرتك ازاي؟ انا ماشي بس ليه؟ لا بس نسبته قد ايه يا استاذ؟ انا فاهم انت حضرتك، انا ليه اعمل سبوت على هذا الواقع السيء واضخمه كما لو كان هو ده الواقع المصري؟ لا مش بالتاكيد ده، يعني مش بالتاكيد. الناس فاهمه انه الفن بياخد الظاهره، انا مش باخد الفن ما بياخدش الحاجه الايجابيه لان هي اوريدي ايجابيه او حاجه كويسه، انما بياخد الحاجه السلبيه عشان يضغط عليها، عشان يتك عليها، عشان يقول للناس، عشان يدق ناقوس الخطر يقول خلي بالكم من كذا مثلا. بس انا فاهمه حضرتك تقصد ايه، اللي هي ظاهره ما ظهر على الاقل في دراما رمضان في الفتره الاخرانيه، او ما يتم تمام تصويره في السينما خلال الثلاث اربع سنين اللي فات. انا معاك ان ده يعني الشيء اللي بيزيد عن حده بنقلب لضده لو احنا طبقنا عليه هذا المثل. بس هو المشكله ان الانتاج ما قداموش بدائل اخرى. بمعنى ايه؟ انا نفسي اوصل لفتره لمرحله ان يبقى فيه كل انواع الفن بما فيه الفن اللي حضرتك بتقول عليه ده. بس طول ما انا بشوف فن جيد هذا النوع من الفن سوف يتوارى، مفيش حد هيشوفه، مفيش حد هيشتريه، مفيش حد. لكن المشكله انه النظره الضيقه او الاحاديه للفن اللي هي مرتبطه برضك بنظره الدوله ونظره النظام ونظره الحكومات بتخلي، ما هي في النهايه صناع السينما دول ناس عايزين ياكلوا عيش، ده برضك مش مبرر، بس في النهايه هم بس لازم يدوروا العجلة. بس هو ده دايما المبرر الوحيد اللي بنسمعه. لا بس مش ده المبرر الوحيد، المنتج عاوز يسوق، عاوز يبيع، وهو ده اللي يهمه الدرجة الأولى. لا مش صحيح، انا هقول لحضرتك بس ده انا مش عشان ما يضرش المجتمع المصري، يعني انا يهمني ان العمل الفني يعبر تعبير حقيقي عن المجتمع المصري. انا هقول في سلبيات نظهرها لكن ايضا نظهر المجتمع بكل مكوناته بسلبياته وايجابياته. في فترة من الفترات مش عايز اقول لك انه كان في تعليمات مكتوبة انه ما ننتجش سير. طب انا هديك مثال، كتير من الكتاب زي الاستاذ محمد السيد عيد، زي الاستاذ محفوظ عبد الرحمن ربنا يديهم الصحه، وغيرهم كتير، اسامه انور عجاش، الاستاذ اسامه انور عجاش ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، حينما اسند اليه او طلب منه ان يؤلف فيلما عن حرب اكتوبر، لو حضرتك تفتكر الدنيا قامت وما قعدتش، كان اسمه ابواب الفجر، وساعتها الاخبار تبنت حمله ضده، شوهت التجربه، شوهت الحاله، شوهت الفكره نفسها. وقيل ان هو بينحاز لعبد الناصر رغم انه المفروض انه عن حرب اكتوبر. لكن لما حضرتك انا لما شفت المعالجه اللي انا اخذتها من ابنه هشام الله يرحمه من قيمه سنتين، عباره عن فكره واحد يعني بيروح الحرب، بس هي بادي من حرب الاستنزاف. يعني احنا كلنا عارفين ان حرب اكتوبر بالظبط، واخد بالك ازاي؟ يعني فكره ان يكون في هناك تشجيع للتاج. وانا هفتكر برك او اقول لحضرتك وهذكرك كتير من المحاولات اتعملت. يمكن حضرتك تفتكر قانون ال 300 مليون بتاع الدكتور كمال الجنزوري، واخد بالك؟ برضه كتير من الناس اعترضت عليه لانه انا الشركه انها تعمل راس مال ب 300 مليون. في محاولات، بس هي الفكره
انه الفن عايز نوع من انواع التفكير الحر المباشر، مش اللي فيه روتين وتعقيدات. تمام، واخد بال حضرتك ازاي؟ مش عايز ولا يعني زي مثلا الجمارك، ما زالت حتى الان الناس بتعاني مثلا من حكايه الجمارك، ان انت تدخل اجهزه وتطلع اجهزه، وفكره ان انت تسمح بتصوير اعمال اجنبيه. المغرب، وانا ما بقولش معلومه جديده، المغرب عباره عن استوديو مفتوح بما فيها القصور الملكيه بالمناسبه. احنا عندنا هنا في حظر شويه كتير طبعا. يعني فكره انك انت تتعامل مع الفن، اصلا انا هقول لك حاجه، دخل عامل جديد، هو مش جديد قوي، هو بس بيروح وبيجي. فكره الجماعات الاسلاميه او الجماعات الدينيه اللي بتطلع تقول لك ده حلال وده حرام واللي 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 واللي، فخلت حتى العاملين في الوسط الفني بيبتدوا يتحسبوا، طب لو عملت ده هيبقى ضد، هيبقى مع، هتخالف. الحقيقه حضرتك بتبتدي في نقطه مهمه جدا جدا، دي كانت محتاجه حلقه تانية، لكن للاسف شديد وقت الحلقه يعني مر بسرعه، واوشك على الانتهاء يعني، والحديث مع حضرتك شيق جدا. نتمنى ان شاء الله انه يكون في لقاءات اخرى ان شاء الله، واتمنى ان الفن المصري في المرحله المقبله ان شاء الله يعبر تعبير حقيقي عن المجتمع المصري بكل سلبياته وبكل ايجابياته. اتمنى هذا وخلينا نصبر، لان دايما اي فتره بيبقى فيه بعدها فتره مخاض، هي فتره أكيد. الانتقاء وفترة الغربلة، وان شاء الله هتظهر حاجات كويسة في الفترة الجاية. انا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للاستاذة امينة الشريف رئيس تحرير مجلة الكواكب، بشكر حضرتك على هذا اللقاء. ولكم ايضا اعزائي المشاهدين جزيل الشكر على كرم المتابعة، والى ان القاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله، لكم مني حامد عبد الدايم اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.